أهلا بكم من جديد. حديث القاهرة أكيد دلوقتي ليه طابع تاني خالص، لأن أنا شخصيا في شغف شديد جدا أعرف كل حاجة عن التجربة اللي احنا شايفينها بتتجسد لأول مرة في الدراما العربية على الإطلاق. من 150 حد من ذوي الهمم ذوي القدرات الخاصة تم اختيار أكثر من 20 22 شخص، بنت وولد، كلهم موهوبين جدا في التمثيل وعملوا ورش عمل واتكتب لهم سيناريو هايل جدا منفصل حلقاته. القضية 404، كلكم طبعا هتشوفوا عنه النهاردة قصص وحكايات وتعرفوا ازاي حصل، ويمكن بعدها تكونوا من أول المتابعين زي وزي خيري لعرضه على اليوتيوب. خلينا نرحب بضيوفنا النهاردة أبطال القضية 404. جاهز؟ خلينا أعرفهم بحكاية. وإحنا في الفاصل احنا بنتكلم على فكرة من أصحاب الهمم أو ذوي الهمم أو القدرات الخاصة عن 13 مليون واحد. لما نتكلم عن أكتر من 10% من الشعب المصري يبقى التعبير دمج، تعبير غير دقيق. هما جزء من المجتمع عايشين جواه. هما مغيبين في السينما، بتظهر شخصية أو اتنين للتعاطف مش للتعامل على أنها قيمة مضافة. ما بنتعاملش معاهم على أنه احنا كلنا أبناء هذا الوطن شركاء فيه. قبل بداية الحلقة الأستاذ رامز قال لي كان لازم نعمل الدمج بيني وبين المخرج الأستاذ محمد الأنصاري ورامز عباس هو السيناريست. قال لي كان لازم نعمل الدمج، هو بيسمع وأنا بسمعش، هما مشتركين في الكلام فقط. رامز ما بيسمعش بس بيقرأ كويس قوي، فإحنا مش محتاجين إن احنا نترجم، هو هيفهمنا وهتسمعوه. أيضا معانا رامز عباس، نورتنا من وحدك في هبه اسعد. شكرا، اهلا وسهلا بحضرتك، منوره الدنيا يا هبه. شكرا جدا لحضرتك، نورتينا. هبه بقى يعني بعيدا عن انها ممثله في هذا العمل اللي ان شاء الله كلكم هتتفرجوا عليها وتشوفوا موهبتها، هي كمان كانت اول مضيفه شرفيه يتم اختيارها علشان تقوم بالدور ده، بالاضافه طبعا لانها بتدرس اعلام. هنعرف عنها وعن حكايتها النهارده. يعني نورانا جدا. طبعا المخرج المغامر يعني صاحب، عايز اقول اكتر من تجربه بالنسبه لذوي الهمم. صورتك سياده المضيفه قمر. هو مغامر لدرجه انه قرر انه يبيع عربيته، تخيلوا، علشان يقدر يكمل ميزانيه المسلسل ده اللي اكيد هتشوفه وراه حاجات كتير مختلفه. محمد الانصاري منورنا. منور بوجودك، اهلا بيك. منورنا جدا. ايه رايكم نشوفوا البرومو يا خيري؟ انا رايي كده قبل ما نبتدي نتكلم، تعالوا لاول مره يعرض برومو فيلم او مسلسل 404، فتعالوا نشوف هذا البرومو ونرجع نتكلم. هحكي لكم المختصر من قصه حياتي وكفاحي. اتولدت كطفله طبيعيه تسمع وتتكلم، وفجاه حاجه والبنت فين؟ عتاي بيمد ايده على عيل صغير بيتقال عليه ايه؟ ده اللي بيتقال على بيمد ايده على حرمه. صدق فكرتي انك تسوي البنات وتاخدي تاني. انا قلت لك 100 مره انا ماليش اي علاقه بحوار البنت اللي اتفقت معاك. ممكن اقول لك يا بابا؟ وانا في عمر 11 سنه وصبت بحمى شوكيه وفقدان كامل للسمع. هعمل ايه بس يا ربي؟ الواد من يوم ما اتولد ما شافش غيري. كانت صدمة لطفلة تحب الموسيقى والغنى والباليه زيي تلاقي نفسها في عالم الصمت الكئيب. كفاية ضحكتها، ضحكتها عندي في الدنيا. صحيح كان صعب أواظب في المدارس بس قعدت أدرس في البيت. هجيب لها كل حاجة وهكبر البيت واجيب لها جنينة كبيرة تلعب فيها، عمري ما اخليها ناقصها حاجة. دم الله يرحمها كان نفسها تشوف. يا رب وحدك قادر على كل شيء. ما ركزتش في الإعاقة أبدا، بالعكس ركزت في الحاجات الكتير اللي ربنا مديها لي وكرمني بيها. كان عندي عزيمة وإصرار إن أبقى متميزة. اكتشفت مواهبي الفنية وطورتها واشتغلت كمان عليها. اتعرضت لتمييز وتنمر كتير في الجامعة.
بس قررت من البداية أحولها لتحدي وحافز للنجاح. وما استسلمتش أبداً، كانت أي إشارة للتمييز أو التنمر بتزيدني إصرار على النجاح. الله، ده شيء جميل جداً، وبرومو بيقول إن إحنا قدام عمل. عايزك تقولي يا أستاذ محمد يا أنصاري، أنت شاب صغير مخرج موهوب، إيه اللي خلاك، أنا آسف على استخدام تعبير المغامرة ولكن هي مغامرة حقيقية، إنك تسعى لتقديم أهلنا وإخواتنا وولادنا في عمل فني قبل ما تثبت نفسك وتعمل عمل واثنين وثلاثة وتبقى مساعد مخرج وتظهر وبعدين تبقى تفكر تتبنى قضية زي دي؟ أنا كمحمد أنصاري أول ما خلصت هندسة قررت إن أنا أعمل شيفت كارير وأبقى في الميديا، فدرست تمثيل وابتديت أسعى في التمثيل، دي كانت أول حاجة خالص قبل ما أخش الإخراج يعني. وبقيت أعمل حاجات، أنا دايماً بحب الحاجة اللي ليها رسالة، فابتديت أعمل حاجات إنسانية وأخلاقية وأنزل بيها على السوشيال ميديا، أروح مثلاً أعمل حاجة في رمضان وتنجح حتى لو نجاح صغير، لغاية ما عدت السنين وابتدى يبقى الخبرة أكتر شوية، لغاية ما اتعرفت على أستاذ رامز عباس، كنا بنعمل أول فيديو كليب كان اسمه كلنا وياك للنجمة أشرقت والجوكر، فاستعنت بأربع أولاد وأنا كنت متطوع في العمل دوت، وقلت ان انا هبتدي ان انا عايز اشوف حياه الولاد دولت. كنت قابلتهم طبعا في الحاجات الانسانيه اللي انا بعملها في البدايه، وابتديت اكتشفت حاجات فيهم انا ما كنتش مكتشفها قبل كده او ما اعرفش عنها حاجه. زي ايه؟ زي ان هم بيتكلموا وعندهم مواهب وعندهم هدف وعندهم احلام زيهم زينا، انا ما كنتش اعرف ده خالص، ما كنتش اعرف اهاليهم قد ايه تعبانين وقد ايه بيغامروا قد ايه بيتعبوا عشان خاطر يخلوا عندنا نموذج مشرف زي هبه وزي غيرها. الحاجات دي كلها انا كحد في مجتمع عادي ما شفتوش، لا شفته في ميديا ولا شفته في اي حاجه، ممكن بس مواقف بسيطه صغيره اتعرض ليها فبشوف حاجات صغيره، لكن العالم بتاعهم دوت في ناس كتير قوي ما تعرفش عنه حاجه. بس محمد الموضوع غالبا بيبدا، معلش انا هكمل السؤال عند محمد، بيبدا من ان مؤسسات او جهات بتتبنى القضيه او وزارات مثلا في اي دوله ايا كانت يعني، هي اللي بتتبنى الموضوع وتروح تدور على فريق عمل ومخرجين وتقول له تعالى انا عايزك تعمل لي كذا، مش بيحصل العكس؟ انتوا بداتوا من غير جهه ما هي اللي تطلب منكم ولا حد يبقى واقف وراكم؟ احنا كل حاجه عندنا العكس يعني، احنا لما تعرفنا على بعض ورامز قال لي على الفكره ديت، قال لي انت بتعمل فيديوز وبتعمل حاجات حتى لو بسيطه على السوشيال ميديا، حاجات كويسه جدا، ليه ما نحطش ايدينا في ايدين بعض وانا عندي قضيه؟ دي كانت اول كلمه اسمعها من رامز. قلت له قضيتك ايه؟ قال لي قضيتي ان انا بخبط على بيبان كبيره جدا ومحدش بيفتح لي، انا بكتب كويس جدا، مثقف، عندي حاجات كتيره جدا جوايا مش عارف اطلعها للناس، انا يمكن ما بسمعهمش بس محتاج هم يسمعوني. فلما قال لي كده حسيت من لحظتها ان انا مش هقول مسؤول عنه، انا فعلا مسؤول ان في رساله لازم اقدمها بعيد. انا نسيت نفسي، فعلا نسيت نفسي في اللحظه دي، ان انا حلمي ابقى ممثل او حلمي نسيت خالص تماما، وابتديت اتبنى القضيه الاكبر اللي هي قضيه رامز. ايوه بس اللي يتبنى قضيه لازم يبقى قدها، بحاول بقدر قدها فنيا وبذلت جهد، لكن في جزء مادي طبعاً هيبقى غامض. خليني قبل ما اجيله اروح للجميل الاستاذ رامز. يا فندم ليه سميت الفيلم 404؟ المسلسل اسم المسلسل ليه 404؟ احنا عملناها له دي 404 علشان بندي تعبير للمجتمع العربي ان القضيه بتاعت الاعاقه لما ما حددتش اهتمام بتتعطل وتقف، فانا حضرتك ما تعرفش تستفيد منها. ده ممكن يكون مثلا بسبب بطء التشريعات او القوانين او بطء الاجراءات او اي حاجه ممكن تحصل لهم فبتوقفهم مكانهم. يعني لو مثلا خدنا تشبيه بسيط لحضرتك على البرنامج حديث القاهره، انت مكلف رئيس التحرير يعمل موضوع معين بس هو طلب منك خدمه او طلب منك حاجه عشان يقدر يحدد الحلقه، وفجاه الامكانيات ما حددتش، فهو هيقف يوقف الشغل ويوقف شغل حضرتك. هو ده اللي بيحصل للمجتمع ذوي الاعاقه، ان احنا ما فيش حاجه بتوصل لنا بالصوره المناسبه لينا او الاهتمام يوصل بالصوره المناسبه لينا، مثلا اتدرب اتاهل ادخل المجال اللي بحبه، فبالتالي مش انا مش عارف اعمل عطاء لمصر، مش عارف افيد بلدي، لان انا واقف مكاني اجي افتح اللاب لازم اوصله النت، لو النت فصل الموقع هيعمل 404، يبقى انا كده بحاول اوصل المجتمع حاجه وغيره من فكره. 404 هي كلمه السيستم نفسه لما بيبقى فيه اي عطل على الموبايل او على اي سيستم بيجي لنا ايرور 404. صحيح. ففكرناها ورمز قالها لي، طب ما احنا قضيتنا ايرور هي ايرور. طبعا الـ 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 يعني البلد نفسها والسيد الرئيس اهتم جدا وادى قوانين حلوه جدا، بس احنا كمجتمع بقى بايدينا نعمل ايه عشان نفعل القوانين ديت او نساعدهم او المجتمع فعلا يشوفهم. جانب الوعي ودوري انا كفرد أنا من افراد المجتمع بقى. طب الايرور او القضيه 404 هي قصص مختلفه
كل حلقة قصة لا موضوع ده كنا الأول هنعملها منفصل بس بعد كده قررنا إن هي تبقى ماشية كلها متصلة مع بعض متصلة كلها مع بعض. إيه هي أهم القضايا اللي قررت إن أنت تكتب عنها في السيناريو بتاع القضية 404؟ أنا أقول لحضرتك أنا في البداية عشان بس التمهيد يبقى من عندي أنا كاتب اللي أنا حسيته وشفته وعشته. أنا في بداية حياتي مستقطشة كنت بعمل أروح الأماكن اللي هادش فيها ما حدش يفتح ما حدش يفتح. طب انتم مش هتفتحوا هنا مش هتفتحوا هنا السبب؟ قالوا ما انا المشكله بتاعه الثمن. فانا كده احترمت ان هم مش عايزين يشغلوا حد بس ما شافونيش ما شافوش المشكله بتاعتي ولا امكانياتك. المشكله بتاعتي ان انا مستمع بس بعرف اكتب فهم مش متخيلين ازاي ما بسمعش وبيعرف يكتب. فالبيبان دايما مقفوله. فلما محمد الانصاري فتح لي الباب على الاخر وقال لي تعالى نخش جوه نتكلم مع بعض هو دخل في نفس الوقت العالم بتاعنا ذوي القدرات وشاف فلازم نقش الاوضه دي. قال لي طب يا رامز هنناقش الاوضه دي هنقدم نماذج ايجابيه. قلت له نقدم بس لازم في نفس الوقت نقدم الواقع. بس انا ما ينفعش اقول ان انا هنجح بس ما فيش حد شاف الكواليس بتاعتي. ايه هو الواقع؟ ايه هو الواقع؟ مشكلات كتيره زي مشكلات قراءه عينات الصحف مشكلات التحوط والاغتصاب اللي بتحصل للاولاد ذوي الاعاقه ممكن تحصل في الاسر كمان. مشكلات الاستغلال يعني انا مثلا ممكن راكب مواصلات وبيعرف انها ما بتسمعش بيزودوا الاجره. فانا على ما اجي اقول للي جنبي ممكن يشرح لي بالشفايف بيكون الموضوع انت والفلوس راحت. اجي ادخل الجامعه مثلا يطلبوا مثلا جامعه مفتوحه يطلبوا مني مصاريف اعلى فوقفت دراسه كليه الحقوق ما كملتهاش لو انت معايا دبلوم صنايع. فلما اجي اواجه المجتمع المصري المجتمع دايما بيحترم المؤهلات الاعلى فيجي يقول لي طب انا هشغلك ازاي انت معاك مؤهل وهكمل دراستك الاول وتعال. يا فندم انا موهوب انا اسف يا فندم انا موهوب انا اسف. فبالتالي انا حاسس بصدمه فكان لازم اغوص في المشكلات زي الحجب في المنازل الاولاد اللي اهلهم ما بيدوش يخرجوهم خوفا من المجتمع التحرش الاستغلال مش عارفين يودوا ولادهم فين مراكز التطوير او تاهيل عشان ما معهمش فلوس الفقر في الاماكن الشعبيه الاحياء الشعبيه في فقر فمش عارف يطوروا ولاده. كل دي جزء من المشكلات اللي انا ناقشتها 15 قضيه. تمام حضرتك. من ضمنها التنمر. تنمر التنمر ده اساس المشكلات دي كلها. ما هو على حضرتك انا فقير مثال يعني انا فقير مش متاهل مش متدرب لما اجي اقابل المجتمع هيتنمر عليا. ما هو التنمر مش بس يقول انت عندك اعاقه ما ممكن ما يخلينيش اشتغل هو كده بيتنمر عليا برضه. انا شغلك ازاي انت قلت باشا. فتبقى المشكلات كلها بتبقى تحت مظله التنمر. ما هو اللي بيتحرش بحد ده هو بيتنمر عليه برضه. انا شايفها كده. هل لديك هل عندك تجربه كتابه قبل كده ولا دي اول مره كتبت حاجه قبل كده ولا دي اول مره؟ لا هو انا كنت بكتب قبل كده في صحف ومواقع مختلفه بس كان لما بيترفض الشغل بتاعي ما كنتش بزعل كنت برجع اكتب تاني لحد ما ربنا اكرمني في احتفاليه حلمك بيتحقق كنا بنعلم فيها عن المسلسل انا ومحمد الانصاري وبعدين عملت استكش تمثيلي حلو قوي بس بدل ما يبقى جزء واحد كذا جزء. فالسيد معالي وزير الشباب دكتور اشرف صبحي شافه مبارك فقعد يسقف جامد فانا واقف على الباب من بعيد كده قلت له وزير في الدوله بيسقف لي مش مهم اطلع ويقول لي بيسقف لي بس بيسقف لحاجه انا كتبتها فوائد باشا هو بيسقف لحاجه انا عملتها يبقى لازم اكمل تاني. ففي المسلسل متوقع ان المشاهد العربي والمصريين كلهم ينبهروا باللي انا كتبته مش هيبصوا لي ساعتها ان انا اصمم وما بعرفش هيبصوا لي ان انا انسان عندي قدره انسان عندي احساس عندي مشاعر موهوب. وكلنا هنسقف على فكره يعني انا شخصيا من دلوقتي حاجزه ان انا هكون بتفرج على المسلسل على اليوتيوب واتمنى اشوفه على كل مش بس المنصات اشوفه كمان على التلفزيونات. طب ما ايه رايك نشوف الموهبه الحلوه اللي جنبنا الجميله هبه. هبه قولي لنا انت دخلتي التجربه في الاختبار الاول هل انت بتحبي التمثيل حاسه انك موهوبه؟ انا طبعا من احلامي التمثيل جدا وكمان انا في جامعه درست مواد في تصوير مونتاج جرافيك مهارات اعلام اخدت كمان كورسات تمثيل في سباق رياضه وباخد مهارات اعلام وباخد ترتيب عملي ودلوقتي باخد مشروع تخرج. مشروع التخرج دلوقتي اه. ايه اللي حببك في الاعلام قوي للدرجه دي والفن قوي للدرجه دي؟ الاعلام علشان بشوف برامج كتير وكمان دي عايزه استفيد من المجال ده. هبه كمان بطلت مسرحيات كتير هي مش اول مره تمثل. ايه عن طاري انا بطلت انا ممثله كمان بطلت مسرحيات كتير جدا صورك ومدي في التهران طبعا ايوه بس انا كمان بعمل مذيعه كمان مع
شكلي عارفين بتاعنا ايوه هي هتبقى هي اللي ما اتقالش. عملت عملنا حلقتين اسمه اللي ما اتقالش اللي ما اتقالش. في كمان بنقول فيه عشان يطلع من الناس الكلام عمره ما قالوه قبل كده. يعني الناس بتقول اللي في قلبها تقول بقى ما يهمهاش. لما تعملي لنا انترو كده من اللي انت عملتيه في البرنامج خلي خيري يقول اللي ما اتقالش. اللي ما اتقالش في الحقيقه هو ثواني كتير في الموضوع احساس كتير اتف بي عبر لنا بيه. طيب خلي خيري يعبر بقى عن حاجه اتفضل. انا بقول سؤال جدا طب ايه هو السر اللي خلاك تسيب بقيه القنوات وتيجي هنا؟ الله يا سيدي والله هم اللي سالوا فيا وعرضوا عليا هجيب ليه. فلما عرضوا عليا انا حبيتهم جدا وجيت معاهم جيت لقيتهم ناس لطاف جدا فريق عمل متعاون جدا فده بيخلي الواحد يحس انه مرتاح. باجي وانا مرتاح وده كان شيء مهم بعد ما قعدت في بيتنا 3 سنين. بس انا هقول لك ان انا كمان مش كده بس لا انا كان ليا فقره ثابته في صوت العرب كمان وكمان ممثله مسرحيه جدا ده حقيقه خلاص عارفه انت حد خلاص شخصيتها يا استاذ طبعا عبر بيها. عايزه اقول حاجه تغير كده هندي ثابري وأمينة خليل ونيل كريم وياسمين ثابري خلي بالكم من هبه في رمضان من قضيه 404 يا سلام يا سلام والله احنا كلنا هنتفرج على 404 احنا نصيحه للجمهور اقفلوا التلفزيونات كلها لان عايزكم تتفرجوا في يوتيوب تتفرجوا في رمضان افتحوا تلفزيونات في رمضان عشان تشوفوا هبه عطف. الله 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 صوتك الجميل يعني يسيبها ويتفرج. وعلى فكره بقى يعني من 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 نجماتنا الحلوات اللي هيكونوا معانا زي ما معانا كده هبه معانا كمان اميره حربي. اميره حربي بطله من بطلات المسلسل. قصه اختيارها كانت مختلفه جدا لانها مارست هوايه التمثيل بشده على التيك توك يعني وبعدين دلوقتي هتغزو المسلسلات. ايه رايكم نشوفوا الكليب الصغير ده على اللي هي بتعمله وازاي هي غزت فعلا قلوب الناس بمقطوعات كده تمثيليه لطيفه على تيك توك ونرجع نقابلها على زوم ونسالها كمان. الله 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 على الجمال. ايه الحلاوه دي؟ ايه القمر دي؟ ايه الاداء ده؟ بعدين شكلها صغير قوي 19 سنه. ايه اميره حربي يا نجمه المستقبل يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ايه الجمال ده؟ ايه ده؟ ده انت شاطره قوي وحلوه قوي وبتعملي حاجات بجد باحساس. اتعلمت ده فين يا اميره؟ انا مش الصوت بيقطع شويه بس شكرا جدا. بقول لك اتعلمت التمثيل فين؟ مش سامعاني؟ اميره ايوه بنسألك اتعلمتي التمثيل فين يا أميرة عشان تقدمي بالموهبة الحلوة دي؟ لا أنا ما اتعلمتش هو أنا كنت قاعدة عادي بعمل تيك توك بس مش أكتر. طيب وعرفتي ازاي عن المسلسل بقى يا هبة؟ أميرة يا أميرة هما كانوا منزلين إعلان وكل الناس عندي عارفة ان انا نفسي امثل وكده فكلهم بعتولي الاعلان وانا دخلت كلمتهم لما شافوا فيديوهاتي كده قبلوني على طول. واتدربتي معاهم ولا بدأتوا تمثيل على طول؟ اخدتوا كورسات وورش وكده؟ اخدت كورس وورش ولا اشتغلتوا على طول ابتديتوا تصوير؟ عملت كاستنج الاول. ايه دورك في المسلسل 404؟ انا مش عايزه اقول تفاصيل عشان ما احرقش الشخصيه بتاعتي وكده بس يعني هو انا شخصيتي بتتكلم على الاستغلال والتفريق بيننا وكده يعني مش عارفه اشرح قوي. ايه اكتر المشاكل اللي بتواجهك في الحياه يا اميره ونفسك الفيلم ياثر في الناس وتتغير؟ اكتر حاجه بتواجهني المشكله ان التنمر اكتر حاجه ان هو ان انا بقيت بكره ان انا اروح مدرسه ما بحبش ان انا انزل في اماكن فيها ناس كتير ناس كتير كده
الاطفال بتقعد تضايقني، حد يشدني من الكرسي، مش عارفه حاجات غريبه بتحصل كده. يعني في ما فيش وعي. واكتر كمان حاجه تاني بتضايقني ان الشوارع مش مجهزه قوي، بالذات في الصعيد عندنا. ما بعرفش اخرج لوحدي كده يعني. ده كلام مهم جدا، بنشكرك. انت من اي مدينه في الصعيد؟ انا المنيا. منياوي، يا اهلا وسهلا. احنا مبسوطين بيكي قوي على فكره، ومبسوطين بالفيديو اللي احنا شفناه، ومبسوطين في ان موهبتك هتطلع في مسلسل كل الناس تتفرج عليه ان شاء الله، وتبقى نجمه المستقبل. وانا مبسوطه جدا جدا ان انا معاكم النهارده، ومبسوطه جدا ان انا جزء من المسلسل، ومبسوطه بالفكره، ومبسوطه بكل حاجه. منورانا، خليكي معانا استاذ محمد. كيف اخترت؟ ليه انت شفت 100 حوالي 150 كمان 100-150 ما بين شاب وفتاة وطفلة، اخترت 20. كنت ايه معيارك في الاختيار؟ عايز اقول لحضرتك لما انا نزلت كاستنج في اولاد من الاول كنت عارفهم وكنت عامل ورك شوب ليهم، كانوا 25-30 ولد وبنت. لما عملت كاستنج قلت لا، ما انا برضو لازم ادي فرصة لناس تانية، لازم اشوف ناس تانية، لان انا هدفي ان كل الولاد يندمجوا، مش 3-4-10. وانا لو كان عليا ان انا كنت اخلي كل اولاد ذوي القدرات يبقوا معايا في المسلسل. وكنت كل ما رامز بيجي يكتب حاجة كنت بحاول بقدر الامكان ازود شخصيات، حتى يعني لما بيجي مثلا يقول لي كذا اقول له لا ناقش القضية دي وتعالى نزود الاولاد، لان انا نفسي كل اولاد ذوي القدرات يبقوا معانا في المسلسل دوت. فاخترت طبعا بناء على ان لما عملت كاستنج بعد كده جيت على اوديشن على الادوار، اخترت الناس، مش هقول ان هم التالنتد لان معظمهم فعلا تالنتد، يعني كل اللي جولي والله العظيم موهوبين، كلهم موهوبين، ومش حكايه موهوبين بس، هم بيطلعوا مشاعرهم بكل سد. فاحنا كممثل يعني كانا كممثل او كغيري، احنا بنحاول بقدر الامكان نعمل مجهود كبير قوي عشان نطلع للمشاهد حاجه بسد. طب هم عندهم السد، نروح ندور على ناس تانية ليه؟ تمثل اللي هم بطبيعتهم فيهم صدق، هم عندهم سد يعني عشان خاطر يوصل للمشاهد صح، هم بيوصلوا وبيخشوا جوه القلب، وفعلا محتاجين حاجات بسيطه قوي عشان خاطر يبقوا فعلا. مين بيصرف؟ مين الممول؟ مين المنتج اللي هينتج عمل زي ده؟ بصراحه احنا في البدايه خالص كان كذا يعني كذا مؤسسه قالوا ان الفكره حلوه جدا وكانوا محتاجين، وقالوا ان هم هيدعمونا. اول يوم تصوير خلاص ظبطنا كل حاجه، طبعا انا بحاول اعمل احسن كواليتي عندي وبقدر امكان ان انا اطلع الولد باحسن صوره. جيت اول يوم تصوير ما فيش حد واقف معانا خالص، زو ما اكنهم ما قالوش حاجه. لما كلمتهم عملوا ايه ولا ما ردوش؟ لا في ناس ما ردتش وفي ناس ما شافت سين على الواتساب. يعني دي كانت مؤسسات ولا اشخاص؟ لا مؤسسات، لان احنا لما عملنا اخر حفله كان معالي وزير الشباب والرياضه ومعالي وزيره التضامن، كنا عاملين حفله كبيره جدا للولاد وشرفونا. بعد الحفله دي مؤسسات كبيره كلمتنا، ولما رحنا حتى اتكلمنا معاهم اول حاجه قالوها لي يعني اشرحوا فكره اعمل لنا حاجه، فانا قلت ما فيش مشكله انا ممكن ابقى متطوع لعمل انساني، انا ما عنديش اي مشكله اتطوع. بس لما جيت في الاخر ان على حساب رامز وعلى حساب الناس اللي معايا ان هم ما ياخدوش اجور كان صعب. طب تواصلتوا مع الوزاره؟ وزارة التضامن اتواصلت معاها بعد ما هم جولنا الحفلة، ومعالي وزير الشباب والرياضة كانت برعايته الحفلة بتاعتنا، وهم كلموني قريب برضو. هم بصراحة هم اكتر ناس بيدعمونا حتى لو دعم معنوي، فهم فعلا هم عارفين عن المسلسل ده؟ لسه عارفين عنه وفعلا كلموني. نتمنى ان يبقى في دعم، اي دعم، ما هو زي ما بتدعموا الزمالك والاهلي والانديه، الدعم المعنوي بالنسبه لنا سيد وزير الشباب والرياضه مهم ان يدعم نفسي ومادي. انت جبت الفلوس منين تاني؟ اليوم اللي كل الناس بمعنى اصح اتخلت عن فكرنا وحلمنا، انا بصيت على وشوش الاولاد كلهم، اوقف تصوير واحرم كل دول من فرحتهم ولا اكمل؟ فكملت. والدي طبعا ربنا يديله الصحه يا رب، امين، تديله التحيه، قال لي انا في ظهرك واي حاجه في الدنيا اللي الولاد دولت انا هعملها. انا كان عندي مبلغ مادي معين كنت هتجوز بيه، كملت بيه. ووالدي طبعا عربيتك. بشكره، لا لسه ما بعتهاش، معروضه للبيع عشان اكمل الباقي. والدي قال لي بص يا ابني، انا طول ما انا عايش في الدنيا انا في ظهرك. باباك اسمه ايه؟ علي سعيد. احنا من هنا الاستاذ علي سعيد الانصاري، من هنا بنحييه وبنقول له انت اب لكل الولاد دول، واللي عملته اكيد ونعم التربيه ونعم الاب فعلا. يعني هو فعلا قالها لي، قال لي بعيد عنك انت مش هنكسر قلب الولاد دول كلهم، كمل، وكل ما في حاجه يعني كل ما هيبقى في حاجه انا هدعمك. وفعلا عمل ده. لما جيت عرضت عربيتي للبيع هو اكتر واحد لغايه دلوقتي بيقول لي لا مش هتبيعها، وانا اللي مكمل، وانا اللي قلت له لا مش عايز، يعني كفايه اللي انت عملته معايا، انا عندي 32 سنه
ولغايه النهارده بتساعدني، فسيبني فرصه بقى ان انا اساعد نفسي بطريقتي. ربنا يحمي لك باباك ويحميك لي، لان بصراحه يعني خلف وربى الحقيقه. طيب يعني احنا لان وقتنا بيخلص، رامز رامز حلمك ايه؟ ايه اللي بتدور عليه؟ اللي بتحلم بيه ايه؟ حلمك ايه هو؟ حلمي؟ حلمي ان المسلسل يوصل للناس كلها، يحسوا يشوفوا تعبنا ويديرنا المتعب قد ايه عشان نعمل حاجه زي كده. المسلسل مش بس دراما وقصص وقصص، دي حياتنا كلها مبنيه فيها. يعني الناس تشوفنا من جوانا، نشوف بنحب ايه، نفسنا في ايه، عاوزين نوصل ليه. في 2018 لما رئيس الجمهوريه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ادانا كتف، ده بيسموها كده في اللغه الدراجه، كتف كده جميل عشان نطلع على الساحه، ما كناش متشافين خالص. وبدا الكل قال هنهتم بيهم، وفي دراسات وفي حاجات من زمان، بس ازاي هنهتم بيهم؟ فبداوا يستعجلوا، ما شافوناش زي ما احنا عاوزين. فدوانا بتمنى ان احنا نخلص المسلسل وان هو يخرج بصوره كويسه، عشان تقدير تعبي انا ومحمد فيه وتعب فريق العمل وكل الشباب مستوعبين، وان احنا ان شاء الله بعد ما نخلص وننجز ونقدر نهديه الاسم السيد الرئيس، نقول له اللي انت عملته احنا بنكمله. احنا بنكمله الطريق اللي انت مشيته، حتى لو بمجهودنا الذاتي. حتى لو بمجهودنا الذاتي وعاملين. طيب هبه انت قابلت الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ اه. لو طلبت منه حاجه دلوقتي، انت طلبت منه طلب ساعتها. اه. طيب لو قلت لك طلب تاني دلوقتي للرئيس عبد الفتاح السيسي اللي اهتم بيكوا وفتح باب مهم جايز فيه عقبات اخرى عند اخرين محتاجين يفهموا الرساله، لو عايزه تقولي للرئيس حاجه تقولي له؟ اقول له ان حضرتك راجل عظيم جدا واحنا بنحترمك، لانك بجد حضرتك انسان. عايزه تطلبي منه ايه؟ عايزه اطلب منه من فاس سوي القدرات الخاصه، من فاس، لان هو بالدعم وبتشجيع احنا بنبقى اقوى وبنبقى واثقين من نفسنا. وكمان عايز اقول كمان حاجه صغيره جدا، اننا كمان في الجامعه متفوقه جدا. برافو. وكمان مذيعه ومضيفه طيران وممثله. يعني وبعدين بقى انت هتقعد الناس في بيوتها كده يعني بحاضر تاني هيا عند كريم يعني هتلاقوا هبه. ايوه مفتتح ان شاء الله ربنا. ان شاء الله الناس تقدر تشوف المسلسل فين؟ انا مبدئيا عامله على اليوتيوب وعلى صفحه المسلسل. في كذا في عرض جالي ان هو يبقى على منصه، حتى لو يعني لسه جديده او حاجه، بس انا يعني لسه ما ردتش عليه. هتبتدي العرض امتى؟ ان شاء الله البرومو الغير دوت، البرومو الثاني هينزل في خلال يومين، واول يوم رمضان ربنا يقدرني وانزل اول حلقه باذن الله. باذن الله. يعني مفيش احسن من كده. مواهب فعلا اللي خبط على بابه وما سمعهوش، المره دي خبط عليك انت شخصيا في بيتك على اليوتيوب. هتقدر تتفرج على المسلسل وتشوف موهوبين وقصص. اذا كانت القضيه 404 معناها ايرور، في خطا هنا، يبقى اكيد احنا اللي نقدر نصلحه. لو بتبيع المسلسل ده القناه وطلبته منك بحيث تجيب تكلفته وتجيب اجور العاملين فيه، المبلغ كام؟ لا انا ما حسبتهاش كده، لان هقول لحضرتك على حاجه، حتى المبلغ اللي انا اتكلفت بيه في ناس كتير جدا تطوعوا، يعني ده مش مبلغ، يعني انا مبلغ معدات اجور فنيين، لكن مثلا معايا الولاد كلهم، انا كان حلمي كله والمبادره بتاعتي كلها ان انا اطلع اجر للولاد. ليه؟ لان الولد لما يشتغل من ذوي القدرات ليه حق ان هو ياخد راتب زي طبعاً. اي حد. ففكرتي كلها الموضوع مش موضوع مسلسل، انا قضيتي انا كمحمد الانصاري رسالة دول يكون ليهم مكان ليهم ومكان راتب ويشتغلوا، وال5% بيشتغلوا فعلا، احنا عايزين نكترهم زي ما انا عملت في المسلسل بتاعي، خليتهم 20 بطل او 25 بطل، وفي نورمال 25 زيهم، انا عملت الدمج فعلا في المسلسل. ده مش دمج، دول مجتمع، دول مجتمع. محمد يعني صرف كل الفلوس اللي كان هيتجوز بيها الحقيقه، مش هتجوز وبابا واقف جنبه، لكن الاداء اللي احنا شفناه ده هيستحق مننا ان احنا نحييه، والفكره اللي هو وراها تستحق مننا ان احنا نقول لك انت مش مغامر، لا بالعكس انت بتعمل حاجه ناس كتير جدا هتعملها زيك. برافو عليك. دي سرتكم كلكم وكل فريق العمل اللي فيهم موجود معانا هنا او اللي شاركنا على زوم زي اميره حربي او حتى اللي ما جالناش، احنا بنشكرهم جدا. بنشكرك جدا رامز عباس، شكرا وكل قلوبنا معاك، وهنتفرج على المسلسل طبعا. يعني اللي تخافوا منها جدا لكل الممثلات الكبار، نيلي كريم بقى يعني هتقعدكم في بيوتكم، يعني ياسمين صبري. ايوه ياسمين صبري تحديدا. هبه اسعد احنا بنشكرك قوي قوي. فاكر اني بقول ساعد ياسمين ما عندهاش في رمضان السنه، بقول ساعد ساعد كمان جدا ساعد. اوه شعر بتقول شعر لازم الكخ.
الله الجخ هشام الجخ. ده احنا كده هنتابعها في كل الاماكن اللي هتطلع بيها، بس احنا سعاده جدا بيكي جدا. تأكيد. يمكن كانت مسك الختام لحلقتنا الاسبوع ده. انا وخيري من بكره هيكون معاكم زميلنا ابراهيم عيسى. يعني قدر السعاده اللي بنحسها لما بنحس انه كلنا بقينا واحد وبنسمع بعض في حديث القاهره، اكيد مش بس بنقول لكن بنسمع كمان. خلصت الحلقه النهارده، ان شاء الله احنا هنقابلكم يوم السبت الجاي. إذا كانت الحلقة خلصت وحديث القاهرة خلص النهاردة، فالقاهرة مدينة لا تنام، تصنع الأحداث والأحاديث وتصنع الأمل والفرح، وكلما ضاقت كلما فرجت، وكلما اكتشفنا أن مصر مليئة بالمواهب والمبدعين وأنها لم تستفد حتى الآن بكل أبنائها، ولكن الغد سيكون أفضل. مصر بخير، طول ما أنتم بخير، تصبحوا على خير.